موضوعنا عن السحر والشعوذة. هذا الموضوع احنا نعرف انه هو موجود بحياتنا اليومية. بس احكي لي انت صار وياك موقف معين بهذا الشيء؟ صارت مشاكل دامت يمكن مدة شهر يعني خلافات زوجية. انت وزوجك؟ اي. اوكي. يعني وصل الزعل وبعدين صالحنا ورد الزعل وصالحنا. بس اخر شيء يعني صارت مشاجرات قوية وبعدين ويا اهلي. ما عندي شيء وياش يعني شيء دايبرها بين انا متكاونة وياه وهاي. ما عندي اي مشكله. متفاهمه وياه انت؟ متفاهمه وياه. ماكو اي مشكله؟ اي مشكله ما. اوكي. وبعدين اللي صار شنو؟ اللي صار فجاه صارت مشكله صغيره وصلت الطلاق. اوكي. شلون انت عرفتي انه هذا الموضوع سحر او شعوذه تدخل بيه؟ لقيت اشياء بغرفتي. لقيت اشياء بغرفتك؟ اوكي. ما اعرف اوراق وورق وما اعرف يعني اشياء غريبه. وديتها قالوا لي هذا فد مره مسويت شيء. صح الناس تقول يعني هو مذكور بالقران بس انا امن مو اي نوع من انواع السحر ولو انه هو كله على الاطلاق انا ما امن بوجوده يعني. بس انا اريد اقول فد شيء يعني المجتمع من ينتشر بتخلف ويقل عدد الناس اللي يقرا ويكتب ويروح مدرسه او جامعه يونيفرسيتي طبعا راح يبدي يؤمن بشغلات خرافات ما لها تفسير منطقي او تفسير علمي. طيب. فيقومون الناس يامنون بهاي الاشياء للاسف يعني. بنات راح اسالكم عن السحر والشعوذه الله يكفيكم شره ان شاء الله اجمعين. تؤمنون بي اول شيء؟ تؤمنين بي رنا؟ اكيد. تؤمنين بال اكيد لانه السحر مذكور بالقران. زين عندك تجربه وياه معانيه من عنده صارت حاله بس قدامك. يعني مو اني شخصيا وانما اشخاص يعني قريبين علي جدا عانوا من موضوع السحر. كلش عانوا وما زالوا يعني يعانون. زين برايك ليش بعض الناس يلجؤون للسحر؟ هي من اسمها سحر شعوذة يأذون الناس يخربون بيوت الناس يعني للمتزوجين مثلا هو يعني للأسف يعني البعض يبررون انه ممكن يكون السحر للاصلاح بين يعني الازواج. لا 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 او شيء. لا بالعكس. او ترجع حبيبها او ترجع لا زوجها. لا تفرقه مو اصلاح تفرقه. انت ضد الموضوع نهائيا؟ اكيد طبعا هذا الشيء حرام. اوكي خلينا نشوف ريهام رايها. ريهام اكو تجربه شافتها خصوص السحر تجربة ويعني اذتنا هواي هاي التجربه اذتكم شخصيا؟ اي. رشا اول شيء تؤمنين بالسحر؟ طبعا واني متاذيه من السحر يعني عن تجربه شخصيه انا وشفته بعيني يعني. اذات انت شخصيا؟ اي مسوي لي يعني سحر وشفته يعني بنفسي. شلون يعني شلون كان شكله او كان على شكل عناكب يعني صغار شفتهم انا. اها. اي لان انا اذوني واعرفهم اللي اذوني منه يعني مني وبيه. زين بهالحاله شلون تصرفتي من شفتي انه اكو انا ما كنت يعني اعرف. لا شلون عرفتي انه هذا سحر؟ بس لما ظليت يعني هواي شغلات صارت اعراض عندي يعني بينت هي عندي ما السحر فلما رحت يعني لاشخاص يعني من دول الشيوخ مو يعني دجالين زوعوني يعني شفته قدامي عناكب. والله اني سامعه سحر انه سامعته وهذا اثر حتى بي انه مال مقابر انه ياخذون خرزه يعني يا ساتر يا ربي يدفنوها يعني بالفم او بالانف مال ميت. اها اوكي. وتندفن يعني بمناطق حله ومحله هيك وتندفن بحيث سامع انه يقولون هذا السحر اندفن ويا صاحبه بس يقولون يعني هذا الشيء من يصير انا قلت لك ما اعرفه لانه صعب لهم العالم وانا اسوي لعب يوم مستحيل بس سامعته قبل سنين يعني ويقولون اصلا هاي المراه كانت تتعامل ويا جماعه بمستشفى انه من الجثث مال يعني هي هاي المراه؟ اي اللي كانت تسوي هذا السحر؟ لا مو هي اللي تسوي بس هي يعني تاخذ الخرزه ويا جماعه تتعامل ويخلوها العفو. هاي قصة هاي قصة اي حقيقية ولاك فيها هاي المرة بعدين لانه قامت انه يعني من تخليها بالجثة وتندفن على اساس قلت لك انا ما امن بهذا الشيء بس هو يجوز موجود ويجوز انه هو موجود فانه تندفن ويروح السحر خلص وياه يعني بعد ما سامع انه يقول لك السحر راح ومدفون عزا مسامع وقمت احكي قصص عزا والله العظيم بالعكس بالعكس بالعكس. حلقتنا اليوم راح نسلط فيها الضوء على اشياء بكواليس مهمه يعني هذا الموضوع بكواليس اكيد لازم احنا ندخل لها العوالم ونعرف شنو اسرارها وشلون تصير وليش تصير وشنو السبب ومن المضرر كل هالمواضيع لازم نعرفها بحلقتنا لهذا اليوم اكيد والمحافظات لهم حصه كبيره ببرنامج حجه الشباب على هذا الاساس راح نسال شباب بهذا الاستطلاع في احدى المحافظات العراقيه عن السحر والشعوذه ابقوا ويانا وتابعوا. رحت للسحر قلنا انا عندي محبس اسوي لك اياه وخلال 7 ايام يبين هذا الشغل ففعلا هو صحيح سوى لي هذا الشغل ورتب لي هذا المحبس ترى $700 حاله غريبه يعني مريه تحفر بصف القبر يعني تحفر بعلاقه لازم بيتها سوداء والله العظيم يعني تفاجئت شيء غريب يعني وخاصه بالنجف يعني تصير عندنا حاله
يعني هاي الحاله مستمره دائما. بس حق الخنزير شي تجيبني؟ هذا اقتصاد بسيط، اكبر بنيه اجيبها لك بعد. لا مثل ما يعني كذا قضيه السحر ما عندي، بس يعني هالفتره لا والله اكو تغير هواي يعني. والله هي مو صديق ولا انا متعرض للسحر. بالمحابس النوع اللي احب المحابس يعني هاي، فاكثر شيء تلقى السحر بالمحابس يسوون. اكو عظم الهدهد وصخرة منجيان. اقرب قصه يعني مثل يقول لي مثلا مشتري خرزه مثلا يقول لي حركها، لو اجيبها لو هاي اجيب اكبر بنيه، ماكو شيء، هذا كله كذب كذب. هي اسوي السحر انا بالسحور. بعد هذا الاستطلاع اللي شفناه ويا الشباب والبنات، صار الوقت انه ينضم نجم حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج حديث الشباب سنما، خبير في علم الفلك والتنميه البشريه. مساء الخير. مساء الخيرات، تحياتي. شلون الاخبار؟ اهلا وسهلا. تحياتي. مرحبا، شرفتنا. الشرف الي، تحياتي لكم. سهلا. اليوم عندنا مو سؤال ولا سؤالين، عندنا هوايه اسئله، وان شاء الله نقدر نسالك كل الاسئله. المخاوف بالضبط. ان شاء الله ما تكون مخاوف. ان شاء الله نسالك كل الاسئله اللي يتمنون الشباب انه يطرحوها عليك، بما انه اليوم احنا عندنا وقت مفتوح وياك حتى نسولف بيه بموضوع السحر والشعوذه. بالبدايه اريد اعرف من عندك مفهوم السحر بمفهومك الخاص. شلون ممكن تعرفنا اياه؟ السحر مثل ما اني افهمه اللي خاص بهذا المجال هو كل عمل يكون خارج الادراكات الحسيه عند الانسان بين قوسين، ويكون اما بمساعده بعض الامور او بدون مساعده، عن طريق الايحاء او عن طريق التخاطر او ما الى ذلك. يعني السحر موجود تؤمن به؟ طبعا اكيد موجود السحر. اوكي، بما ان احنا حديثنا عن السحر والشعوذه بشكل عام، اليوم نشوف انه يعني كميات كبيره واعداد كبيره وهائله من الشباب والبنات والمجتمع بشكل عام، اغلبهم او جزء بسيط او كثير، ايش نقدر نعتبر اليوم ده يلجا لهذه المواضيع اللي تعتبر بصراحه يعني سلبيه ومثل الشارع العراقي، مع انه هو موجود في كل البلدان العربيه والاوروبيه. قبل شوي تذكرت انه موجود هذا الموضوع في كل انحاء العالم. طبعا في كل انحاء العالم موجود كسحر وشعوذه. احنا مخليه بالمناسبه يعني بخلال هذا الهلال يعني، او خلال يعني هذا الموضوع بجانب سلبي، مو انت ماخذين الجانب السلبي. ماخذين الجانب السلبي، هو بايجابي؟ طبعا بايجابي. بايجابي يعني احنا لما نتحدث عن عالم خفي خارج الادراكات الحسيه، ما ممكن مثل ما يكون سلبي ممكن يكون بايجابيات معينه، ممكن بيكون بطاقات بين قوسين طاقات استكشافيه، باراسيكولوجيه، طاقات ايحائيه، ما هذه كلها تدخل بالامور الايجابيه. طيب احنا اليوم حاصرين موضوع السحر والشعوذه بين هلالين فقط، سحر وشعوذه بالجانب السلبي، بالامكان ان يكون هذا الموضوع بجانب ايجابي؟ يعني هو اللي واصل للعالم فقط السلبي. الواصل للعالم فقط السلبي لاسباب كثيره، هو الشيء اللي الناس تجهل هذه المواضيع اساسا، فالشخص اللي يجهل هذه المواضيع بطبيعه الحال ما يقدر يحكم عليها بالشيء الايجابي. هذا من جانب، من جانب ثاني كل انسان يعبر عن ما موجود في داخله. يعني ممكن الان اذا سويت فد استفتاء معين ويا اشخاص معينين اللي يتحدث عن هذا الموضوع بشكل سلبي فكانه يعبر عن شخصيته هو سلبيه اساسا. يعني يكون هو مثلا شخصيه سيئه فيعتقد بانه الشخص المعني اللي يتبنى هذه العمليه هو ايضا سيء، لكن ايضا بها امور ايجابيه كثيره. يعني احنا اليوم ممكن ان نعالج كثير من الحالات عن طريق الايحاء، او نقدر اساسا الايحاء لو السحر ايضا يدخل في نفس الجانب. مو احنا في نقطه جدا مهمه، انت قاعد تجملها؟ مو اجملها، لا حتى نعرف يعني الايحاء او السحر اشرح لك الحاله كالاتي. قلت لك السحر هو كل شيء خارج الادراكات الحسيه الطبيعيه عند الانسان. نعم. اللي ما يقدر يدرك الانسان بحواسه الاعتياديه. طيب هي نفسها نسميها بالباراسيكولوجي، لكن الانسان المثقف خريج الجامعه المرتب الى اخره يعني يستحي يقول جن وش اسمه، هذه يعطيها ذولا جماعه من اهل الله ماكوش؟ نعم. ذولا يحشوها. اللي ما يعرفون شنو معنى باراسيكولوجي، بينما الانسان خلينا نقول بين قوسين اللي وصل في مراحل معينه هي نفس الفكره. يعني مثلا بالسحر اكو شيء اسمه ارسال الهاتف، هو نفس الايحاء بالباراسيكولوجي، نفسه بالضبط. تحسها انه هذه المصطلحات، اكو مصطلحات شعبيه واكو مصطلحات علميه. لا اكو ناس تخجل، واني هذا طبعا ضد هذا الشيء.
تمام منطق هذا الشيء. ليش؟ إنه إحنا لازم ننزل إلى عقلية الإنسان البسيط أو بما يفهمه الشارع. أحسنتي، بما يفهمه الشارع. أو يعني اليوم مثلا ما من المعقول تجلس أمامي امرأة هي ما واصلة مرحلة مخلصة ابتدائية وأنا أقول لها بالباراسيكولوجي أو علم ما وراء الطبيعة. ليش نحن ما وراء الطبيعة؟ سمعي وإلى آخره، هذا كلام ما منطقي، ما راح تفهمه هي. لكن نفس المفهوم اللي هي تفهمه، أنا عندي نفس المصطلح لكن مجمل بطريقة علمية يسميه بين قوسين الباراسيكولوجي. ولهذا هم نفسهم اللي يعيشون بالباراسيكولوجي هم نفسهم يمتلكون هذه الطاقات اللي بالإمكان أيضا تكون هي بين قوسين نسميها السحر. نفس الشيء. يعني هو السحر طاقة؟ السحر طبعا يدخل في جوانب الطاقة، أيضا يدخل في عالم اللي الإنسان ما يشوفه بالعين البشرية. فبين قوسين الكائنات ذات الطبيعة الموجية الكهروية اللي العين البشرية لا تراها تتحرك وتتردد ضمن هذا الحيز. جميل. اللي يسمى بالعامية جن، يسمى بالباراسيكولوجي الطاقات الموجية والكهروية. جميل. فنفس الشيء. عشان بالثقافة وعشان الناس لازم تخرجوا درجة عالية من الوعي، بس بالمقابل أكو ناس بنفس المواصفات اللي قاعد تقولها ويلجؤون للجانب السلبي. صحيح. صح لو غلط؟ إذن الثقافة والوعي هنا وين راح؟ لا 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 مو ثقافة. لا أنا قلت أكو ناس تجمل هاي المسألة، هو يخجل أن يتلفظ بكلمة. هو مرفوض من المجتمع بشكل عام؟ لأنه بالمجتمع، خلينا نقول طبقات المجتمع، مرات كثير من الناس تنافق بين قوسين. يعني هو يقول لك شنو سحر؟ ما أدري، هو السحر موجود بالقرآن. أنت إذا مسلم لازم تمو بالسحر، ما في مجالي. هو موجود بالقرآن، والجن سور موجودة بالقرآن يعني وآيات وما إلى ذلك، فبالتالي أنت لازم تمو بهذا الشيء. لكن بعضهم يخجل أن ينزل إلى الطبقة حتى لا ينعت بالدجال أو ينعت خلينا نقول الغير مثقف أو ما إلى ذلك، فيجملها بغير أمر، يتحدث بالباراسيكولوجي وما إلى ذلك أو الروحاني. بس هي نفس الشيء، روحاني ألقاب مثلا. هسه مثلا كثير من الأشخاص ماخذين فكرة سيئة عن الروحاني، في حين الروحاني بالمناسبة هو أقرب شخص إلى الذات الإلهية هو الروحاني. الروحاني يعني معناته أنه استئصال الروح السامية من عند الإنسان من هذا الجسد البالي اللي يتحمل الخطايا ويتحمل السلبيات. زين المشعوذ مو روحاني، المشعوذ فعلا انه يسخر جن او يسخر هذه الطاقه. الجن هو الطاقه حسب ما فهمته من عندك. بالضبط. فعلا يسخر جن ويبعث له عبر قارات او يبعثه لشخص معين فعلا، يعني الجن عنده امكاني. الجن هي كائنات ذات طبيعه موجيه كهرويه تدخل في علم الطاقه، يعتمد على قابليه او قدره هذا الشخص. يعني هو يقدر؟ طبعا يقدر، لكن مو دائما تنجح الحالة. دائما يسألون يعني هذا السؤال أو إحنا نسمع اليوم نشوف إنه مثلا جيبي مثلا قميصة، جيبي خصلة من شعره، جيبي هالأشياء، هذا المواضيع يتحركن بشكل صحيح؟ يعني لما يريد المشعوذ يتحرك؟ طبعا هذا الشخص لما يريد يقوم بالعمل أو بالفعل على منو؟ على فلان ابن فلانة. طيب طبعا ليش ابن فلانة مو ابن فلان؟ لأنه ممتاز، لأنه هو ابن أمه 100%، بس ابن أبوه قد ما يكون ابن أبوه، يعني لظروف أو أمور معينة، بس هو ابن أمه 100%، ما به مجال. ولهذا راح يذكر فلان ابن فلانة، لكن فلان ابن فلانة هذا غير كافي، لأنه قد تتشابه الأسماء. الجن اللي هو الطاقة السلبية هو بين قوسين كائن ما يعتبر كائن ذكي، ما يعرف وين يروح اعتمادا على شنو؟ على اسم فلان ابن فلانة. زين مو أكو تشابه بهذا الكون الواسع؟ معناها عقل، هاي صارت مو طاقة معناها. لا هي طاقة، أنا إذا أرسل طاقة، لكن الآن هذه الطاقة اللي إذا أرسلها لازم أوظفها بحيث تروح بشكل دقيق جدا على الشخص المعني. فلان بن فلان ممكن أن تتشابه الأسماء. صح. طيب مرات شخص يأخذ صورة ممكن أيضا تتشابه الصور، لكن لما يكون أكو ملابس معينة نقول فلان بن فلانة صاحب هذه الصورة صاحب هذا الأثر، ماكو غيره بس هو. لكن ممكن أن يخفق الشخص خصوصية. ممكن أن يفرق الشخص أيضا بهذا الجانب فيما لو هذا الأثر ما أخذ غير شخص آخر، فهنا ممكن تتشتت الطاقة أيضا. هاي معناها أنه إذا كان السحر أو إذا كانت الطاقة يعني عن طريق اللمس أو عن طريق الشرب أو الأكل أقوى. معناها راح تكون تأثيرها أقوى. أقوى ما قطعا أقوى. زين شلون ينطوها؟ عن طريق الأكل؟ عن طريق شنو اللي راح يكون بداخل هذا المادة المشروبة أو المأكولة بحيث تأثرها بهالتأثير القوي؟ ممتاز. طلاسم معينة، هذه الطلاسم هي لجلب هذه الطاقة السلبية. هذه الطلاسم تكون موجودة في 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 كتابات معينة وتذوب مع الأكل، فإحنا كنا جبنا الطاقة السلبية وين؟ خليناها صارت ويا الأكل ودخلت في جسم الإنسان. هاي
زين ما شاء الله. بالمقابل انه اكو انه علاج بطبيعه الحال اذا كان هذا كل الاشياء هذا حق اذا كانت كل هالاشياء حقيقيه هسه احنا عرفنا انه اكو طاقه وموجات كهرومغناطيسيه وعلم ما وراء الطبيعيه اللي هو الباراسيكولوجي بس بالنهايه انه فعلا اكو علاج او اكو شيء ضد او حرز مثلا السقي اللي حكينا عنه ايضا بالسقي يكون مثل ما احنا دخلنا طاقه سلبيه راح لازم ندخل ايضا طاقه ايجابيه بس قبل كل شيء لازم نطلع هاي الطاقه السلبيه وانتم ندخل طاقه ايجابيه ليش نطلع وندخل نطلع الطاقه السلبيه ليش هاي الطاقه السلبيه دخلت مع الدم ودخلت مع الطاقات اللي لها علاقه بالشاكرات السبعه فهي ضعفت شاكره على حساب شاكره اخرى مجرب السحر قبل ما نختم وياك مجرب السحر تسوي مجربة وتسوي لو لا 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 ما مجربة لا, لا ولا تسوي بس تعرف كواليسه طبعا 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 كل يعني حتى اذا صار هم تقدر هم طبعا عالجة اكيد لكن ان ادخل في هذا العالم بالاسلوب السلبي ابدا ما اسوي لكن بالايحاء انا يعني عندي هذا اليوم السلبي والايجابي اكثر موجود بهذا العالم بهذا العالم الناس ترغب الى السلبي اكثر من الايجابي اذا احنا يعني بصراحه الموضوع شيق ومهم جدا بس وصلنا وياك لختام حلقتنا لهذا اليوم نشكرك جدا ونشكر كل معلوماتك يعني اشكرك وشكرا نوركم اليوم برنامج حديث الشباب طاقتكم ايجابيه وجو كلش حلو شكرا جزيلا تحياتنا لك اذا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم يعني الرساله اللي نريد نوصلها انا ووسن وكل فريق العمل انه احنا نبتعد عن الاشياء السلبيه وخلي تكون الاشياء الايجابيه دائما هي في بالنا طاقتنا الايجابيه اللي راح تدفعنا دائما للامام تحياتنا لكم ومع السلامه